ورحمة الله وبركاته. عرض إخباري مباشر يأتيكم كما العادة من قناة العيون، نستهله بالعناوين الرئيسة. جمعيات مدنية ببعض المدن الجنوبية تقدم كسوة العيد لفائدة الأسر المعوزة بمناسبة عيد الفطر السعيد. وضمن عرضنا الإخباري المفصل نتوقف مع أجواء عيد الفطر المبارك من الشاطئ فم الواد بمدينة العيون. وفي النشرة أيضا أجواء احتفالية عاشت على إيقاعها مدينة الداخلة من خلال ختام دوري في كرة القدم. أهلا بكم وإلى التفاصيل. نستهل عرضنا الإخباري المباشر والمفصل من بوجدور، واستكمالا لأنشطتها الرمضانية نظمت جمعية الزاوية للعمل الاجتماعي والثقافي ببوجدور حفل إلباس اليتيمة، حيث تم توزيع ألبسة العيد على العديد من الأيتام بالإقليمة. العملية تهدف لإدخال الفرحة على قلوب هذه الشريحة بمناسبة عيد الفطر السعيد. اليوم قمنا بتوزيع الملابس للأرامل وكذلك لأبنائهم اليتامى، وكذلك قمنا اليوم بتوزيع جوائز تحفيزا منا على البراعم الذين تفوقوا في حفظ الذكر الحكيم، وكذلك النساء اللواتي تفوقنا كذلك في حفظ الذكر الحكيم. وبهذه المناسبة لا ننسى أن نشكر الأخوات اللواتي يشرفنا على دراسة هذا القرآن في هذه البناية. سأشكر كل من ساهم في إنجاح هذه الأمسية القرآنية التي تم من خلالها بتكريمي لاشتغالي بتحفيظ القرآن الكريم وحفظه، وأشكر كل من ساهم فيها، والحمد لله والشكر لله، وهذا عوني من الله، الحمد لله. وفي سياق متصل اختتمت بقصر المؤتمرات فعاليات المسابقة الوطنية في حفظ وتجويد القرآن الكريم التي نظمتها طيلة شهر رمضان جمعية نداء الوطن في نسختها الخامسة. المسابقة تميزت بمشاركة فعالة وواسعة من لدن عدد من القراء المواهب. في المتابعة محمد تروزي والصالح أرليبي. جاءوا من مختلف مدن جهات وأقاليم المملكة للمشاركة في المسابقة النهائية لحفظ وتجويد القرآن الكريم، والتي بصمت على نسختها السادسة جمعية نداء الوطن، التي تسعى إلى العناية بالقرآن الكريم حفظا وتجويدا وترتيلا وتحت إشراف علماء وقراء وأساتذة مغاربة معتمدين. هذه النسخة فهي نسخة وطنية، لأن حصلنا على مجموعة المشاركين خارج مدينة العيون، وهذا يعتبر تميز للجمعية. بالنسبة لطريقة المشاركة فيه كانت عبارة عن إرسال مقاطع واتساب بعد تحليلها من لجنة متخصصة. شاركت في هذا العمل حتى كان في المدينة هذه الأصوات الجميلة الرائعة، وأغلبها فازوا بجوائز دولية ووطنية، وآخر من فاز جائزة محمد السادس للأذان والتهليل، وكان هذا الفائز كذلك من مدينة العيون، وكنت حكما في تلك المسابقة. مسابقة قرآنية تنافس على جوائزها ما يقارب 60 مشاركا من العيون، غليمين، مراكش، وأغادير والجديدة، وسط تتبع من المهتمين والأباء، ليصعد بعد ذلك على منصة التتويج كل من عبد الله الطالبي في فرع القراءة بالحسانية، ومريم الصافي في فرع الصيغة الشرقية، ويوسف أبجو في فرع الصيغة المغربية. هذه المسابقة الحمد لله هي زينة الطلبة، وهي المسابقة تشجع المواهب في جميع الأقاليم، وهي مسابقة وطنية تدعم القرآن الكريم وتدعم أهل القرآن، والحمد لله جئنا ممثلين لمدينة قلمين في هذه المسابقة. أنا فرحانة بزاف حيت شاركت في المسابقة ديال حفظ وتجويد القرآن الكريم اللي هي في الدورة السادسة ديالها، ولقد استفدنا من اللجنة الكريمة
وكان بهذه المسابقات تجدد دائما. مبادرة جمعية نداء الوطن لقيت استحسانا كبيرا لنهجها ثقافة الاهتمام بالقرآن الكريم وأهله وتكريم القائمين على الشأن الديني، وبذلك يصدر الستار عن النسخة السادسة من هذه المسابقة القرآنية. الرسم على الخشب تقنية جديدة قديمة يستخدمها بعض الفنانين التشكيليين للتعبير بها عن أفكارهم وإبداعاتهم بمنطقة تورطة. يقيم الفنان التشكيلي التونسي فريد ثريا معرضا للوحات الفنية الخشبية التي تجسد التراث والأصالة الصحراوية والإنسان والطبيعة بشكل عام، في متابعة بكار دليمي ومحمد يدس. أبدع الفنان التونسي فريد بتحويل قطع من الخشب إلى لوحات فنية جميلة أثارت إعجاب عدد كبير من زوار معرضه بشمال مدينة الداخلة. ويعتبر فن الرسم على الخشب فن يتطلب الكثير من الحرص والدقة، لكنه في الوقت نفسه يتميز بلمسته التراثية. فاختيار الرسم بهذا الفن كونه الأكثر تعبيرا عن عمق الماضي والتراث بما يحمله من جماليات. وعن تقنية الرسم فهي تقنية بسيطة لكنها تستوجب الدقة والحرص حتى يتحصل الفنان على اللون البني بدرجات متفاوتة تعود إلى وجهة نظره في تجسيد أفكاره وفق رؤية معينة لا تخلو من الحاجة إلى حرفية الأداء والموهبة الفنية في الرسم. اليوم الأكثرين يخدموا على انتوال لاتوال دونك انا لا جو ترافاي دون لا ماس دونك العود يدوم مع الوقت فيو كو لا زون اللي بحر دونك العود حاجه سوليد دونك الغرض من هذا هو افتتاح سي اون غاليري اوفيسيال باش نجمعوا الناس لوكو ناس من المنطقه يجيو اي سورتو انترناسيونال و با فورسيمون نديروا اون كولتور ديفيرس كولتور دونك ومنها لا كولتور حسنيه صحراويه اللي هي صدقني مع الصحراء تاثرت بها دونك الملحفه الستره هالشيء هذا عايشينه كاسلام وفعلا الخصوصية هنا خلتني نبدع وزيد نخدم باش تبان هالمرأة الحرة وفعلا شعرت بها في المنطقة هذه. الأكيد أن هذا الفضاء يقدم قيمة نوعية مضافة للوجه الفني لجهة الداخلة وادي الدهب وتحديدا في طورطة. هذا الفضاء كما قلت فهو يمثل هذا الوجه الفني الذي يخدم السياحة ويخدم أيضا الرياضة والثقافة بشكل عام باعتبار أن الحس الفني يربي فينا جمالية الذوق. يفضل بعض الرسامين بكسر المألوف وابتكار طرق جديدة للرسم أو إحياء طرق قديمة، وهي محاولة منهم للتعبير عن الواقع باستخدام تقنيات جديدة، حيث يستخدم هؤلاء الفنانين منذ عدة سنوات طريقة الرسم على الخشب وحرقه حرقا خفيفا. ويعد هذا الأسلوب حديثا في الداخلة بالرغم من مضي عصور كثيرة على ظهوره في العالم. حكم اننا كنخدموا تقريبا بطرق متقاربه نسبيا لانه كيخدموا نكروم انا كنخدمت انا بالابيض والاسود، وبحكم التعاون اللي كاين بيناتنا في الاعمال الفنيه ارتئينا اننا نديروا معرض واحد، ومن خلال هذا المعرض هذا كندير استمراريه للمعرض ديال السنه اللي مضات اللي هو الباتريمون ماتيريال ايماتيريال ديال الداخله الموروث المادي ولا مادي ديال الداخله. وهاد السنة هادي عموما خدمت على العمل اليدوي بالخصوص، ثم خدمت على المرأة في الثقافة الحسانية. هذه بادرة جيدة شفناها في مدينة الداخلة، معرض كيجمع بين لوحات تشكيلية نحت على الخشب بألوان قريبة للمناخ الصحراوي دونك ألوان ترابية، بالإضافة لبعض الصور الفوتوغرافية اللي خدات الثقافة الحسانية اللي دارتها في الواجهة ولا بحال بينتها بصورة جميلة. نتمنوا أنهم يكونوا مبادرات بحال هكذا، خصوصا أن المنطقة معروفة بالسياحة، نتمنوا أنها من القدام تولي معروفة أوسي بالجانب الثقافي، تطوير الجانب الثقافي والتعريف بثقافة المنطقة وبتراث المنطقة. المعرض الذي تقع عليه الأسلوب الواقعي التعبيري التجريدي
جسد موضوع التراث والفولكلور الصحراوي والبيئة الاجتماعية والطبيعة بمختلف ألوانها وجمالها وتشعباتها، إضافة إلى دور المرأة والرجل الصحراويين في بناء وتطوير المجتمع ومجمل الجوانب المتعلقة بالحياة البسيطة في الصحراء، وهو ما يؤكد إبداع الفنان على اختيار تقنية الرسم على الخشب لتجسيد أفكاره. ونحن نعيش أجواء العيد، تختار بعض العائلات قضاء وقت رفقة الأصدقاء والعائلات بالشواطئ، ونموذج نسوقه من شاطئ فم الواد بمدينة العيون في ريبورتاج لعياد السرتي وعبد الله المحمودي. بعيدا عن ضغوط وروتين الحياة اليومية، تقضي هنا بشاطئ فم الواد العديد من العائلات فرادى وجماعات وكذا الأصدقاء عطلة عيد الفطر المبارك، خصوصا في ظل الارتفاع الطفيف المسجل في درجات الحرارة. شاطئ يشكل أكثر الوجهات الترفيهية التي يفضلها الكبار كما الصغار. يوم جينا للبحر حيت في مدينة الحمان، وجينا للبحر باش نزوجوا فيه القرواح، وجينا اليوم كمشوا معاه هنايا العالم جا كامل تبارك الله من شحم واحد. البحر دافي وزوين والجو واعر، وبغينا نبقاو هنا في ليلة العيد لأنه سارح وما كيديش، وبقينا باش نبقاو هنا باش نفوجوا مع راساتنا لأن البرد واعر. هو إقبال كثيف لساكنة المدينة وزوارها من الأقاليم المجاورة على هذا المتنفس الطبيعي، لكل هنا غايته، هنا حيث يتواصل السمر إلى ساعات متأخرة. في موضوع آخر، نظمت جمعية الرحمة للتنمية المستدامة النسخة الأولى لدور المرحوم الديش ولم حميد بالقاعة المغطاة العودة للفئات الصغرى، والمزيد من التفاصيل في ريبورتاج سيد أحمد بسيريب وعبد الله المحمودي. تأطير الناشئة والشباب على ممارسة روح وأخلاق الرياضة هو شعار دوري الفئات الصغرى المنظم من طرف جمعية الرحمة للتنمية المستدامة، والتي جرت نسخته الأولى تكريما لروح المرحوم الكولونيل ماجور الديش ولد محيميد. القاعة المغطاة العودة كانت مسرحا لكرنفال رياضي تعددت فيه الفقرات من مباريات كروية وفقرات موسيقية ولوحات فنية أبدع من خلالها المشاركون في تقديم الجديد للجمهور الحاضر. إذن وبالعودة لمباريات هذا الدوري والتي تميزت بلقطات فنية كروية للفتية الصغار، حيث عرفت المباراة الأولى فوز فريق أولمبيك فوس بكرة على شباب الساقية الحمراء بالضربات الترجيحية، فيما آلت نتيجة المباراة الثانية لفريق شباب الساقية الحمراء على حساب مولودية العيون. الجميع استمتع إذن بالمباريات والتنافس الذي طبعها لفتية صغار أبرزوا مؤهلاتهم ومواهبهم الكروية على أرضية القاعة المغطاة العودة. هذا الدوري الحمد لله مولاه غني عن التعريف، هو ما هو لا والدنا نحن، والده للمنطقة الحمد لله كاملين، والد الناس كاملة تعرفه، هو غني عن التعريف، وهذه الدوري معدلين وذكرته هو، والحمد لله اللي ما مات عنا اللي هي ذكرته دي مزالت الحمد لله، وكله يتكلم عنه كبير وصغير، وهذا من شي فرحنا نحن وفرحكم انتم مولي الحمد لله. ونشكر الحضور ونشكر الجميع ونشكر أهل المبادرة ونشكر أهل الجمعية جمعية الرحمة، ونشكر جميع أعضاء اللجنة اللي حاضرين معنا. إذن يأتي هذا النشاط خلال سلسلة، يعني عندنا مجموعة من النشاطات اللي قرناهم على مستوى السنة وخاصة في شهر رمضان الفضيل، وارتعت جمعية الرحمة للتنمية المستدامة إلا أن تنظم هذا الحفل، تنظم هذا الدوري باسم المرحوم الديش ولد الحميد الذي أعطى الشيء الكثير لاستقرار وأمن المنطقة.
وتميزت هذه التظاهرة الكروية بالإبداع والاعتراف بشخص أعطى الشيء الكثير للأقاليم الجنوبية للمملكة. في ختام هذا العرس الكروي تم تكريم مجموعة من الفعاليات الجمعوية وعائلة المرحوم، إضافة إلى تتويج الفائزين بهذه النسخة الأولى لدور جمعية الرحمة للتنمية المستدامة، مبادرة يحتدى بها وتعتبر نموذجا لباقي الجمعيات للاعتراف وتكريم أشخاص أعطوا الشيء الكثير. مباريات طبعتها الروح الرياضية بمشاركة فتية صغار. وكما أشرنا إلى ذلك في عناوين النشرة، يعد دوري رمضان المنظم بالكسيكيسات بالداخلة من أبرز الدوريات من حيث نوعية المشاركين من أحياء المدينة والجاليات الإفريقية والحضور الجماهيري الكبير، حيث أسدل الستار بتوزيع الكؤوس والجوائز على المتوجين. في المتابعة محمد بتاح وإبراهيم جولي. الرياضة تربية وأخلاق وسلوك هو شعار دور كرة القدم المصغرة لجمعية الكسيكيسات في نسخة 11 لشهر رمضان الأبرك. اللجنة المنظمة كثفت اجتماعاتها القبلية وتوزيع الأدوار لإنجاح المباراة الختامية. كثافة الحضور وقوة المباريات وحنكت المنظمين في تسيير الأمور لبر الأمان. الجماهير الحاضرة ساندت وشجعت بكل روح رياضية للفرق المشاركة من أحياء المدينة والجاليات الإفريقية من غينيا بيساو، مالي، السنغال وكوت ديفوار. المباراة النهائية أوفت بالعهود والانتظارات من حيث القوة الندية، الإثارة والحماس والروح الرياضية، إبداعات كروية ومهارات ولقطات استمتع بها الحضور. ولم يعرف الفائز بلقب هذه السنة إلا مع صافرة النهاية، معلنة بداية تتويج الأبطال بنسخة هذه السنة وانطلاق عرس احتفالي بنكهة خاصة. هذا الدوري دائما الحمد لله يمرق منه أجيال صاعدة ويمرق وتكون منه فرق كفريق العرقوب وكفريق شباب وسرت مرقوا من ذا الدوري، والحمد لله. وهذا الدوري كيدعم فرق كبار كمثل الفريق الكبير اللي كنا نتقطعوا به وكنفتخروا به وكيزبير بنا، هو فريق مريد الداخلة الحمد لله اللي نعتزوا أن داخلين فيه ومن الناس نسيروا الحمد لله. هذه بطولة مزيانة، إحساس ديالنا أننا دينا بطولة ودينا كاس، فرحانين بتتوج اللي تتوجنا، وكننصح كاع الشباب فهمشي باش يزاولوا هاد الرياضة هادي فهمشي كرة القدم اللي هي كرة القدم. والحمد لله داز كل شيء بخير. هذه الكرة هي هذيك كل واحد يخسر فيها ويربح، وهذه ما بقى فينا الحال الحمد لله بالأداء مزيان، ذاك هو الأفضل الحمد لله. احتفالية وحضور جماهيري كبير فاقت التوقعات وتتويج الفائزين من فرق مشاركة إضافة للجوائز الفردية. نجاح كبير لدور الكسيكيسات جعل المنظمين التفكير في تنظيم دور جهوي يجمع بين فرق الجهات الثلاث، وامتداد لسنوات من النجاح والتألق في إعطاء الأولوية للمواهب الكروية لإبراز مؤهلاتهم، وامتداد لرسالة التشجيع والتنقيب والمساهمة في تطعيم الفرق المحلية باللاعبين. كما عرفت مدينة سمارة خلال شهر رمضان الأبرك تنظيم مجموعة من الدوريات في كرة القدم المصغرة بمختلف مركبات القرب وملاعب القاعة المغطاة لسمارة. التظاهرات الرياضية قادت القائمين على تسيير الجماعة الترابية لمدينة سمارة في جولة للوقوف على الجوانب التنظيمية وسير هذه الدوريات باعتبارها شريكا ومدعما لهذه الدوريات. تفاصيل أوفى مع عمر ميارة ومبارك الباسة. جولة استطلاعية لمجموع الدوريات الرمضانية المنظمة بمختلف المرافق الرياضية بمدينة السمارة قادت رئيس الجماعة الحضرية والنائب الأول للمجلس والكاتب العام واللجنة الرياضية للوقوف على سير هذه الأنشطة الرياضية التي تأتي في إطار الدعم الذي خصت به الجماعة الحضرية الجمعيات والأندية الرياضية بمدينة السمارة. وهذه عملية اللي تقوم بها الجماعة بالتعاون مع العصبة ومع المتدخلين في الميدان، نتمنى وعلى انها ان شاء الله تعطي ثمارها وعلى انها تعود بالنفع على الساكنه وعلى الفئات المستهدفه اللي هي فئات الشباب
والبراعم اللي بغينا على انهم يتجهوا اتجاه صحيح ويمشوا ينخرطوا في هذه الديناميه اللي قايمه بها الجماعه وجميع المتدخلين. هذا الدوري من تقريبا من 12 دوري كينظمها المجلس البلدي الجماعة الحضرية بالسمارة، اللي الحمد لله هي 3 سنين تقريبا هي الأخيرة شتو الجماعة انفتحت على المجال الرياضي، والحمد لله ضريك استطعنا هذا العام جميع الجمعيات يساهموا معنا يشاركوا بما فيها الجمعيات اللي ما كتعنيها كاع كرة القدم، على سبيل المثال جمعية كرة الحديدية اللي هي مشاركة معنا الحمد لله. جولة هم الدوريات كرة القدم بكل من الملعب البلدي بحي العودة والذي شارف على نهايته، ثم الدوريات المنظمة بالقاعة المغطاة التي تعرف نشاطا رياضيا على مدى أيام الشهر الكريم، موزعة على مباريات قبل موعد الإفطار وأخرى خلال الفترة الليلية. ملاعب القرب هي الأخرى شملتها هذه الالتفاتة بدعم مجموع الدوريات المنظمة بمختلف أحياء المدينة وأيضا بكل من القويز والربيب، إلى جانب منافسات في رياضة النبال. الزميل يوسف زعوطي ومن خلال تقريره التالي يطلعنا على جديد الصحف الوطنية الصادرة هذا الأسبوع. نستهل قراءتنا بجديد الصحف الأسبوعية من صحيفة الأسبوع الصحفي، وكتبت كشفت معطيات دقيقة جرى تداولها عددا من الفضائح التي تتخبط فيها جبهة البوليساريو وتتعلق بما يسمى المكاتب الدبلوماسية الشاغرة التابعة لجبهة البوليساريو في مختلف العواصم الأوروبية، وهي المكاتب التي يتلقى أصحابها مبالغا بالعملة الصعبة من خزينة الجبهة. وكشفت الأسبوع الصحفي أن هذه المبالغ تتراوح ما بين 2000 إلى أكثر من 3000 دولار، من بينها مكتب الجبهة بستوكهولم عاصمة السويد الذي يستفيد من ميزانية شهرية تبلغ 3000 دولار وترتفع إلى 4000 دولار حسب سعر صرف العملة. وهذا المكتب نموذج لعشرات من مكاتب الجبهة التي تستفيد من ميزانية بالعملة الصعبة نتيجة التلاعب بالمساعدات الإنسانية. في مقابل ذلك لا يزال الصحراويون يعيشون ظروفا جد قاسية في مخيمات تندوف. صحيفة أنفاس بريس الإلكترونية كتبت كشفت مصادر أن حكومة السلفادور المشكلة في الفاتح يونيو 2019 بصدد إعادة رسم سياساتها الخارجية بما فيها علاقاتها بالبوليساريو مراعاة لمصالح بلدها على الصعيد الدولي. وحسب المصادر فإن هذا المسلسل الذي دشنته البلاد مع الحكومة الجديدة يدخل ضمنه تقييم علاقاتها مع البوليساريو، وهو ما قد يفضي إلى سحب الاعتراف بها على غرار ما صارت عليه العديد من البلدان في العالم. وكشفت الصحيفة أن حكومة السلفادور ستعلن عن موقفها النهائي بخصوص قضية الصحراء المغربية أمام المجتمع الدولي بعد إكمال عملية تقييم علاقاتها الخارجية. وحسب المراقبين فإن الموقف المعبر عنه من طرف حكومة السلفادور من شأنه أن يدفع العديد من البلدان إلى قطع علاقاتها بجبهة البوليساريو وخصوصا بأمريكا اللاتينية، وهما سيعد بمثابة ضربة قاسمة للبوليساريو ومن يقفون خلفها وعلى رأسهم النظام العسكري الجزائري الذي أدخل البلاد في أزمة سياسية غير مسبوقة بسبب تعنته الشديد في الاستجابة لمطالب الشعب الجزائري. نواصل جولتنا بين دفات الصحف، ومن صحيفة المشعل كتبت في عددها الصادر هذا الأسبوع كشفت النقابة الوطنية لأطباء العيون بالقطاع الخاص أن المشروع الذي صوت عليه في مرحلة أولى بمجلس النواب حول مهن المبصريين لم تتم استشارة الهيئات الصحية المختصة والمهنيين في إعداده، وخلف مشروع القانون رقم 1345 المتعلق بمزاولة مهن الترويد والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي في شقه المتعلق بالصحة العيون ردود أفعال غاضبة من طرف أطباء العيون في القطاع الخاص الذين ذهبوا إلى أن مشروع القانون سالف الذكر سيشكل خطرا على أبصار المغاربة. ونختم جولتنا بين جديد القصاصات الصحفية من صحيفة الأحداث المغربية، كتبت في إطار عملياتها الأمنية المتواصلة للحد من الهجرة السرية تمكنت عناصر الدرك الملكي بسيدي إيفني يوم الاثنين 3 يونيو من إحباط محاولة للهجرة السرية وإيقاف حوالي 11 شخصا من بينهم فتاة كانوا بصدد الهجرة الغير شرعية انطلاقا من سواحل إيفني صوب الأراضي الإسبانية، وحجزت لديهم معدات عبارة عن زورقين وكميات من البنزين
وتم وضع الموقوفين رهن تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معهم قبل إحالتهم على الجهات القضائية المختصة لمحاكمتهم بالمنسوب إليهم. انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم النفاع بهنين والمحمد سالم عن سنين تناهز 73 سنة. الفقيد ينتمي لقبيلة إيتوسا أجوكينة. وانتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم أحمد سالم بوركبة عن سنين تناهز 9 سنوات. الفقيد ينتمي لقبيلة يجوت. وانتقلت إلى عفو الله تعالى المرحومة محجوبة من زايد محمدات عن سنين تناهز 38 سنة. الفقيدة تنتمي لقبيلة يجوت. تغمد الله الجميع بواسع رحمته وأسكنهم فسيح جناته وألهم ذويهم الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. والآن نصل إلى الورقة الخاصة بأحوال الطقس المرتقبة خلال 24 ساعة القادمة بحول الله، حيث من المتوقع أن يظل الطقس مستقرا مع سماء قبلة السحب إلى صافية طيلة النهار بكافة الأقاليم الجنوبية. مقاييس درجات الحرارة نستهلها من العاصمة الرباط، ومن المتوقع أن تسجل 23 مئوية. خمس وثلاثون بأسا، 34 بالزاك، 31 بسمرة، 32 ببكراع، 23 بسيدي إبني، 27 بالعيون. 35 من المتوقع أن تسجل بأم دريقة وقلت الزمور، 37 بأرسرد، 24 بالدخلة. بالنسبة لحالة البحر، سيكون قوي الهيجان وعلو الموج ما بين المتر كحد أدنى وثلاثة أمتار كحد أقصى. شروق الشمس غدا بحول الله تعالى من مدينة العيون سيكون على الساعة 6:01، أما غروبها فعلى الساعة 7:40. مقاييس درجات الحرارة في بعض المدن والعواصم المجاورة لبلادنا، 35 بأوسرد، 36 بالرابوني وتودني، 39 بزويرات، 35 بنواشوط، و 40 من المتوقع أن تسجل بالعاصمة المالية باماكو. إلى التذكير بالعناوين. تابعنا ضمن النشرة، جمعيات مدنية ببعض المدن الجنوبية تقدم كسوة العيد لفائدة الأسر المعوزة بمناسبة عيد الفطر السعيد. وتابعنا ضمن عرضنا الإخباري، أجواء عيد الفطر المبارك من شاطئ فم الواد بمدينة العيون. وتابعنا ضمن مواد النشرة، احتفالية عاشت على قاع مدينة الداخلة من خلال ختام دوري في كرة القدم. نهاية نشرتنا المباشرة، أطيب المنى والسلام عليكم.